بالعلم وبالادبي تنال ما ترتبي تعيش حياه العلم وما تقرصنق الكتب وتتم على تواضع لا تفتخر بالمسدي بسم الله الرحمن الرحيم in the name of Allah the most gracious the most merciful Welcome my students, my second intermediate students. أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني متوسط. We are dealing with Unit Two, الوحدة الثانية. What are they making? Pages twelve and thirteen. So open your books on page number twelve. What are our objectives? ما هي الأهداف لهذا اليوم? Number one, to use the present progressive. أن نستخدم المضارع المستمر. في المثبت affirmative negative في النفي and the questions وفي الأسئلة number two to ask and answer questions using present progressive to describe a photo أن نستخدم الأسئلة لوصف الصورة بالمضارع المستمر و to recognize أن نميز صوت ال من صوت E سنتكلم عن هذا نعم so open your box page number 12 صفحة 12 as you can see here What are they making? What are they making? Okay. ماذا يصنعون؟ شاهدنا أمس كيف كانوا يصنعون الفيلم. Exercise number three, grammar, what's the meaning of grammar? القواعد. Present progressive, المضارع المستمر. طبعا ذكرنا سابقا قاعدة المضارع المستمر. نعم. present continuous القاعدة على الشكل التالي subject what's the meaning of subject yes فاعل plus am is are plus verb فعل رئيسي we add ing form to him في حالة ing plus complement What's something of compliment ظرف وقد يكون لدينا أيضا adverb ظرف لكن هذا الظرف يدل على شيء يحصل الآن مثلا كلمة now what's something of now الآن هذا هو القانون في affirmative في المثبت سأعطيكم مثال على هذا الكلام مثلا we أو مثلا she الفعل الكون المناسب لشيء هو is she is الفعل وليكن read تقرأ سنضيف له ing هذا قانون she is reading ماذا تقرأ a story what's the meaning of story قصة now الآن هذه مثال بسيط على جملة بالمضارع المستمر okay so as you can see she is reading a story now هي تقرأ قصة الآن فاعل subject she كما ذكرت سابقا وأعيد مرارا وتكرارا الفاعل باللغة الإنجليزية هو أحد الضمائر السبعة I, we, you, he, she, it or a singular طبعا they or a singular noun أو اسم مفرد or a plural noun أو اسم جمع. نعم. ثم أم إز آر الذي يحدد أم um, أو إز أو آر هو الفاعل. إذا كان الفاعل I سنستخدم أم. Um. إذا كان الفاعل we أو you أو they أو اسم جمع سنستخدم آر. إذا كان he أو she أو ات أو اسم singular ناون سنستخدم is ثم الفعل الرئيسي مثل الفعل read يقرأ أضفنا له ING وهي علامة المستمر يحصل الآن ثم التكملة مناسبة لاحظوا الفاعل شي والفعل is reading هي تقرأ ماذا ستكون التكملة؟ هل نقول مثلا دجاج أو نقول مثلا مثلا كرة قدم نو no. يجب شيء يخص القراءة أن تكون التكملة منطقية مناسبة she is reading a story a book an article, a novel, رواية, a paper, ورقة, a newspaper, جريدة أي شيء يخص القراءة لاحظوا كلمة now, الآن أو at this moment في هذه اللحظة أو today, اليوم أو شيء من هذا الكلام يدل على أنه الأمر يحصل الآن نعم هذه الجملة affirmative what's the meaning of affirmative? it means مثبت repeat after me affirmative أو positive affirmative positive هذه الجملة في المثبت طيب كيف احولها الى نيجاتيف نفي؟ اريد ان اقول هي ليست تقرا القصه الان. It's very easy بكل بساطه لدينا فعل كون نضع خلفه not. ماذا تصبح الجمله؟ she is not او isn't. لديك الحريه ان تكتب is not بهذا الشكل طالب العزيز او ان تكتب she isn't تختصر بكلمه واحده she isn't. ما يتغير شيء reading a story now هي لا تقرأ قصة الآن نعم no. this is negative what's the meaning of negative نفي negative right negative means نفي طيب لنعود للجملة الجملة الأولى she is reading a story now I want you to make a yes no question سؤال من نوع yes or no سهلة جدا لكي نصنع سؤال من نوع يسنو نضع الأم والإز والار في بداية الجملة فقط نحذف الإز من هنا ونضعها في البداية تصبح is she reading a story now لاحظوا الفرق is she reading ما الذي تغير ترتيب كان الفاعل في البداية ثم فعل الكون أصبح فعل الكون في البداية ثم الفاعل is she reading a story Now يجب أن نضع question mark. What's the meaning of question mark? علامة الاستفهام. Is she reading a story now؟ هل هي تقرأ قصة الآن؟ ولدينا احتمالين للجواب على هذا السؤال. إما أن نقول yes she is إذا كانت تفعل ذلك، إذا كانت تقرأ نقول yes she is أو أن نقول no she isn't. No. No. Comma فاصلة. She isn't. لا هي ليست تقرأ. نعم. Yes she is. No she isn't. تبقى لنا أن نصيغ سؤال من نوع WH من نوع ماذا؟ WH سنحاول. نعم. لاحظوا معي الآن. لكي أسأل على هذه الجملة she is reading a story now بكل بساطة أريد أن أسأل سؤال جوابه a story قصة يعني ماذا تقرأ يجب أن تضع كلمة الاستفهام المناسبة الذي تسأل عنه القصة غير عاقل نسأل what مثلا what ثم نغير الترتيب أيضا بدل أن نقول she is is she what is she reading أحذف ستوري إنه هي الجواب. now الآن. وعلامة استفهام. ماذا يصبح السؤال؟ What is she reading now؟ ماذا هي تقرأ الآن؟ الجواب she is reading a story قصة. إذا affirmative مثبت، negative نفي، yes no question، سؤال من نوع yes or no. Uh, WH question، سؤال من نوع WH. نعم. تقول القاعدة: use the present progressive. for actions happening now. استخدم المضارع المستمر لأعمال actions happening now تحدث الآن. مثال I am working. فاعل ثم الفعل فعل الكون am ثم الفعل working لم يضع تكملة وظرف اختصروا الكلام I am working you are working he is working she is working we are working they are working كيف جعلوها نيجاتيف نفي سهلة جدا not أو اختصارها I am not working. لاحظوا. She isn't. بكل بساطة وضعنا نفي. نعم. Uh, he isn't working. She isn't working. We aren't working. They aren't working. هم لا يعملون. نحن لا نعمل. هي لا تعمل. هو لا يعمل. إذا سهل جدا النفي بأن نضع نط اختصاره مباشرة بعد فعل الكون هنا. طيب سؤال من نوع WH. نضع WH كما وضعنا هنا ثم نغير الترتيب. فعل الكون يأتي قبل الفعل. أصل الجملة she is أصبحت هنا is she لاحظ am I are you is he is she are we are they ثم الفعل مع ing مثال what are you doing now ماذا تفعل الآن طبعا لا أحد يسأل نفسه what am I doing الصح أن تقول what are you doing ماذا تفعل الآن ستجيبني I am for example واتشينج watching TV I am eating, I am drinking coffee, I am studying English, I am reading a story, I am helping my mother, I am driving the car, I am playing video games. I am I am أي شيء يحصل الان؟ What is he doing? ماذا هو He is playing football. He is sleeping. What is she doing? She is cooking, she is drinking, she is reading, she is sleeping. What are we doing? What are they doing? ماذا هم They are playing football. نعم. لدينا سؤال من نوع يس Are you reading? Yes, I am. No, I am not. Is he reading? Yes, he is. No, he isn't. Is she reading? Yes, she is. كيف حولناها؟ وضعنا الإز في الأول أو الأم أو الآر ثم الفاعل. إذا بكل بساطة أي جملة بالمضارع المستمر لكي نحولها إلى سؤال من نوع يس نضع فعل الكون في البداية سريع لاحظوا المثال هنا they are watching TV نعم حولوها إلى سؤال من نوع يسنو جدا سهلة كيف نحولها إلى سؤال من نوع يسنو؟ أن نضع الار هذا في بداية الجملة ماذا يصبح السؤال قولوها بدل أن نقول they are are they watching TV والجواب عندها yes they are أو No, they aren't. Yes, they are. No, they aren't. بكل بساطة إذا تبديل الفاعل ثم فعل الكون يأتي فعل الكون في البداية يصبح كابيتال لتر ثم الضمير الفاعل يصبح سمول. Are they watching TV؟ لا نحذف الـ ING أبدا. نضع tv في و question mark علامة الاستفهام عندي طبعا هنا احتمالين للجواب أن نقول yes they are نعكس الجواب yes they are أو no they aren't yes they are No they aren't. هل هم يشاهدون التلفزيون؟ Yes they are. نعم. No they aren't. لا. هناك ملاحظه مهمه طلابي الاعزاء. We don't usually use the progressive with verbs like the following. like love, want, see, smell, taste, hear. هذه مهمه جدا احفظوها لو سمحتم. Very important. نحن لا نستخدم بالعاده عاده المضارع المستمر مع الافعال التاليه. لايك like يحب، لف يحب، وونت يريد، سي يرى، سمل يعطي رائحة، تيست مذاقه أو يعطي مذاق، هير يسمع. بالمناسبة الفعل smell إذا كان يشم يأتي بالمستمر، إذا كان يتذوق يأتي بالمستمر، لكن إذا كان يعطي رائحة أو رائحته يعني أستطيع أن أقول أنا أمسك الوردة بيدي وأقول I am smelling the flower هذا صحيح لكن ان نقول the flower is smelling nice هذا خطا the flower smells nice هذا المقصود بالفعل smell والفعل taste يتذوق قد تاتيان بالمضارع المستمر لكن بمعنى يعطي رائحه او مذاقه مثلا this food هذا الطعام tastes good مذاقه جيد اوكي هنا مضارع بسيط لكن إذا أنت مسكت الملعقة وبدأت تتذوق من الوعاء تقول I am tasting the food أنا الآن أتذوق الطعام إذا يعطي طعم غير يتذوق الفعل here يسمع هذه الأفعال جميعها كما قلنا لا تأتي بالمضاء بالمستمر تأتي عادة بالمضارع البسيط مثال I like martial arts films أحب أفلام الفنون القتالية من الخطأ طلاب الإعزاء أن تقول على الشكل التالي I am liking martial arts films هذا خطأ كبير أوكي okay. لماذا؟ لأن الفعل لايك like لا يأتي بالمستمر إذا هذا يعتبر خاطئ خاطئ I am liking martial art films. this is wrong هذا خطأ غير مقبول هذا الكلام لأن الفعل لايك like لا يأتي ان جي لكن استبدل I am watching نعم أشاهد I am for example filming نعم لكن الفعل لايك like لا يصلح أيضا الفعل hear يسمع لاحظوا هنا I don't hear anything أنا لا أسمع أي شيء I don't hear anything أنا لا أسمع أي شيء لا تقول I am not hearing I don't hear anything يقول أيضا وهذه نقطة مهمة جدا We can also use the present progressive for some actions in the future. مهمة لاحظوا معي. We can also use the present progressive for some actions in the future. نستطيع أن نستخدم المضارع المستمر لأعمال مستقبلية. What are you doing tomorrow? ماذا أنت فاعل غدا؟ I am going to the park. أنا ذاهب إلى الحديقة. هل هو ذاهب الآن؟ لا، غدا، لكن الشكل مضارع مستمر. I am going. انظروا الشكل فاعل. ثم فعل كون ثم فعل مع اي من حيث الشكل مضارع مستمر لكن هذا لا يحصل الان المضارع المستمر يصف شيء يحصل الان هابينج ناو لكن هذا لا يحصل الان اذا المقصود يمكن استخدام المضارع المستمر للمستقبل عندما يوجد يوجد نيه مسبقه مثلا مثل ان تقول I ام لانش with سوري lunch with my friends after school after school نعم ما معنى هذه الجملة؟ هل هذا يعني أنك الآن تتناول الغداء مع صديقك؟ مع أصدقائك؟ لا، بعد المدرسة، إذا هذا مخطط له نية I am having lunch، سأتناول من حيث الشكل الجملة مضارع مستمر لكنها future ماذا يعني future؟ مستقبل. سأتناول الغداء مع أصدقائي بعد المدرسة لأنك الآن في المدرسة أو في المنزل بعد المدرسة بعد الثانية عشرة أو الواحدة ظهرا ستذهب وتتناول هذه الخطة مجهزين أنتم على هذا النحو وبالتالي تقولون I... ستقول I am having lunch with my friends after school هذه الجملة من حيث الشكل مضارع مستمر لكن المعنى future مستقبل. Exercise A complete the conversation use the present progressive or simple present اكمل المحادثه استخدم ماذا يوز يوز استخدم فهم السؤال دائما نصف الاجابه لاحظ لديك خيارين اما present progressive اذا كان الشيء يحصل الان طلابي الاعزاء استخدم مضارع مستمر يحصل في العاده او الروتين استخدم مضارع بسيط اذا يحصل الان مضارع مستمر يحصل في العاده مضارع بسيط مضارع مستمر فاعل ثم ام از ثم فعل ING مضارع بسيط فقط الفعل او نضيف له اس الغائب اذا from the verbs in parentheses من الافعال التي بين قوسين عادل وجريج يتحاوران عادل قال لجريج excuse مي وات سبيس هابن ما الذي يحدث يحدث معناته الان وبالتالي نقول وات احسنتم از هابينج وات از happening now. ما الذي يحدث الآن؟ They make a TV series. إنهم يصنعون تلفزي سلسلة تلفزيونية مسلسل. وبالتالي شيء يحصل الآن. They أحسنتم تأخذ R. ثم الفعل make. لاحظوا أن الفعل make نهايته E. إيه؟ لو ضفنا ING مباشرة سيعطين الكمبيوتر خطأ. لاحظوا. لأنه أي فعل ينتهي بحرف إي e ملفوظة غير ملفوظة يجب أن نحذفها للE ثم نضيف ING سيقبلها الكمبيوتر الان. are making لاحظتوا؟ they are making a TV series انهم يصنعون مسلسل تلفزيوني. What kind of series is it؟ اي نوع من المسلسلات؟ انظروا الصورة. هذا الشكل معروف بالنسبة لكم هذا مثل محقق كونان. Detective Detective محقق. It's a detective story. انها قصص تحقيق ومحقق. Oh, I فراغ Detective stories. لف لقد ذكرنا في الأعلى أن الفعل لايك like love won't see smell taste here. لا تأتي بالمضارع المستمر وبالتالي أضعها في المضارع البسيط أي love فقط love كما هي الفعل لو كان الفاعل هي كنا قلنا loves اس الغائب قال له جريج إريك ماغواير is the director المخرج اسمه إريك ماغواير that's هيم إنه هناك أوفر ذير هناك He space talk to Brad Novak the actor. انه يتحدث مع Brad Novak الممثل. اذا هذا شيء يحصل الان مضارع مستمر هي تاخذ is والفعل talk نضيف له ماذا ing talking. He is talking to Brad Novak the actor. the actor. Who is that tall guy over there? من ذلك الفتى الطويل هناك؟ <applause> tall guy الشاب الطويل الرجل الطويل over there هناك. Who, Who is he? لكي يحدد أكثر قال إنه يرتدي معطف مطرى رين كوت فذا ماذا نقول يحصل الآن يرتدي معنى الآن is wearing is wearing he is wearing إنه يرتدي رين معطف مطرى oh that's adam scott اسمه آدم سكوت he usually لاحظوا كلمة usually الطالب الذكي سيلاحظ أن usually تدل على العادة وبالتالي ليس مضارع مستمر ليس يحصل الآن يحصل في العادة مضارع بسيط إذا نضع الفعل play إما كما هو أو سنضيف له اس الغائب حسب الفاعل ماذا الفاعل هي إذا كان الفاعل هي أو شي أو ات أور أ singular ناون اسم مفرد يجب أن نضيف للفعل اس الغائب he plays uh, هو يمثل دور a smart detective محقق ذكي detective in this scene في هذا المشهد إنه يسمع an explosion انفجار الفعل يسمع لا يأتي بالمستمر نضعه بالمضارع البسيط hears he hears an explosion ريبيت أفتر من كرر وبعدي explosion explosion انفجار and goes to investigate ويذهب للتحقيق goes to investigate investigate تحقيق الاسم المشتق منها investigation وأيضا investigator investigate يحقق investigation تحقيق investigator محقق عادل. اوه، oh, لوك انظر. They start to film. بدأوا بالتصوير. انهم الان يبدأون التصوير. They are starting. They are starting to film. They are starting to film. بدأوا الآن بالتصوير. نعم. إذا أعيد. Excuse me. What is happening? They are making a TV series. What kind of series is it? It's a detective story. Oh. I love detective stories. Eric McGuire is the director. That's him over there. He is talking to Brad Novak, the actor. Who is that tall guy over there? He's wearing a raincoat. Oh, that's Adam Scott. He usually plays a smart detective. In this scene, he hears an explosion and goes to investigate. Oh, look, they are starting to film. Yes. ننتقل إلى الصفحة التالية page 13. Oh, look, we have a photo. Look at the photo. describe the photo. What's the meaning of describe? أحسنتم. أوصف صف أوصف الصورة. describe the photo. Look here. We have what? A camera. The sound. The lights. Uh, the detective oh so what are they doing they are filming they are filming right they are filming you look here this these are the people working I think this is the director he is talking to the cameraman the camera operator this is the light man or the sound man he is holding the sound the microphone These people are changing the environment, the setting. يغيرون البيئة. They are painting. يدهنون. These men are holding the lights. يحملون الأنوار. These people are watching. يشاهدون. Here we have two men. What are they doing? They are drinking coffee. And this is the waiter. Because he is holding a tray with the invoice, مع الفاتورة. So he is the waiter. He is talking to them. They are drinking coffee. And look at the detective. هذا هو لبس المعتاد للمحققين. Detective. he is reading something it seems like a script نص، because three papers at this ثلاثه اوراق and this man is helping him talking to him and look here what can you see we can see two boys what are they doing they are playing basketball they are playing basketball لاحظوا اني استخدمت في هذه الجمل كلها مضارع مستمر he is reading a script they are playing basketball they are drinking coffee he is talking to them they are holding the lights The people are watching the film or the making of the film. These people are painting the wall. The director is talking to the cameraman to the camera operator. This man is holding the sound microphone. okay, so look at the picture and answer the questions. Where are they filming? Where are they filming? I know saw I think it's at. an outdoor جواب كامل they are filming at an outdoor studio ماذا يعني outdoor studio في استوديو خارجي نعم outdoor ليس داخلي yes outdoor داخلي indoor outdoor خارجي what is the detective doing ماذا يفعل المحقق yes he is reading a script he is reading a script what's the meaning of script نص number three what is the crew painting what's the meaning of painting يدهنون crew طاقم العاملين أيضا what are they doing they are painting the wall إنهم يدهنون الجدار okay أو المبنى they are painting إما نكتب the wall أو the building سأكتب كلمة building لكي تتعلموا على كلمة جديدة تتعرفوا عليها building they are painting the building what are the men carrying ماذا يحمل الرجال they are carrying يحملون the lights الأنوار right they ليش لماذا they لأنهم اثنين they are carrying الفعل carry يحمل نضيف له ing carrying the lights إنهم يحملون الأنوار نعم What game ما اللعبة are the people on the street playing التي يلعبها الناس الذين في الشارع What is it? It's basketball They are playing basketball Basket Basketball Who is the director? المخرج Who is he talking to? مع من يتحدث? He is talking to the camera operator. he is لماذا هي؟ لأنه مخرج مذكر نضع مكانه هي is الفعل توك يتحدث نضيف له ing يحصل الآن to the camera operator what's the meaning of operator؟ نعم عامل الكاميرا to the camera operator next one what are the men in the cafe doing؟ ماذا يفعل الرجال اللي في المقهى؟ They are drinking coffee or tea, drinking something. يشربون شيئا. They are drinking coffee. Yes. Next one. What is the waiter doing? ماذا يفعل الجرسون العامل المطعم؟ He, he لأنه بالصورة مذكر. He is talking. To the customers يتحدث مع الزبائن. To the customers customers. What's the meaning of customers? Yes الزبائن. Customers. نعم. ننتقل للتمرين الرابع. Exercise 4. Listening. استماع. Look at the picture above. Again. انظر للصورة مرة ثانية. نظرنا لها. Listen. استمع. And match with the person. ووصل مع الشخص. write the correct sentence numbers. ستستمعون إلى ست جمل، أرجو أن تضعوا الأرقام الستة بحسب الجمل، يجب أن نقرأ الجمل في البداية. one of the people watching, one of the basketball players to the other, the director to the cameraman, one of the painters to the other, the actor, the actor playing the detective, الممثل الذي يمثل دور المحقق, the waiter to a customer in the cafe. عامل المطعم مع أحد الزبائن في المقهى. سنستمع وسنعود. ركزوا بالاستماع. page 13. 4. Listening. Look at the picture above again. Listen and match with the person. Write the correct numbers. 1. Help me. I'm trying to remember my lines. 2. You're not filming the main actors in the right way. Put the camera closer to them. 3. Are you enjoying your coffee, sir? 4. What kind of film are they making? 5. Good shot. That's two points. You're shooting really well today. 6. You're climbing too high. Be careful. نعم. سنعيد 13 4 listening look at the picture above again listen and match with the person write the correct numbers نعم. one help me i'm trying to remember my lines help me i'm trying to remember my lines يبدو أنه ال ال هذا الذي يتكلم هو الممثل الذي يلعب دور المحقق. شفنا شاهدنا بالصورة يتكلم مع المساعد وبالتالي نقول ماذا هنا one نعم اكتبوه هنا في هذا السطر one نسمع two you are not filming the main actors in the right way you are not filming the main actors on the in the right way أنت لا تصور المؤثرين الرئيسيين بالطريقة الصحيحة. إذا يبدو هذا أن المخرج يتكلم مع the cameraman. نضع هنا two, right? Put the camera closer to them. three. three. Are you enjoying your coffee, sir? هل تستمتعون بالقهوة؟ yes, the waiter, الجرسون, العامل المطعم to a customer in the cafe, مع أحد الزبائن الذي في المقهى. نضع هنا 3 4 What kind of film are they making? What kind of film are they making? أي نوع من الأفلام يصنعون؟ يبدو أنه أحد الناس المشاهدين Right? So نضع هنا 4 5 Good shot That's two points أه, تسديدة جميلة أحرزت نقطتين طبعا بكرة السلة نقطتين وثلاثة ونقطة نعم تعرفون كره السلة You're shooting really well. أنت تسدد بشكل جميل، معناتها أحد اللاعبين إلى اللاعب الآخر. One of the basketball players to the other. ضعنا five. Six. Today. Six. Six. You're climbing too high. Be careful. أنت تتسلق بشكل عالي، انتبه. الذين يدهنون. One of the painters to the other. واحد من الدهانين إلى الآخر. إذاً أصبح لدينا على الشكل التالي. this is number four and this is number five here we have number two this is number six this is number one and number three. التمرين الأخير اليوم هو pronunciation النطق أو اللفظ أن ندرك ما الفرق بين حرف بين الصوت إي إي, إي, إي. هي. eat read sleep it this listen sit غالبا طلابي الأعزاء صوت الإي الخفيف يكون عن طريق حرف الآي this is Bill's car لكن يكون صوت الإي الثقيل هذا long إي الطويل عن طريق إما إي لوحدها أو إي مع حرف الآي أو إي إي لاحظوا he she me t c Nam. No. Nastamea. Page 13. 5. Pronunciation. Listen. Note the difference in the two sounds. Then practice. E, he, eat, read, sleep. He likes to sleep on the beach. I, it, this, listen, sit. This is Bill's car. Num. Nah. for your information لمعلوماتكَ the sound e is often spelled يتم تهجئته بـ E حرف إِلا وحده أو e a أو e e the sound إ إ مثل it this is usually spelled with the i أحياناً بحرف الاي e. في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وعليكم أن تعيدوا الفيديو والدراسة المكثفة استخراج الكلمات الجديدة مثل مثلا كلمة كاستمر زبون مثل كلمة ديتكتيف محقق investigate يحقق كل الكلمات الجديدة وأن تحفظوها وتدربوا عليها كتابة ولفظا وأنا جاهز لأسئلتكم أتمنى لكم الصحة والسلامة والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله